هذا ما تبقى من مدرسة الأوائل في منطقة البدونية أطراف قضاء الخالص بعد عاصفة رعدية ضربت المنطقة ليلة أمس، ولم تكن المدرسة وحدها التي دمرت، فالدمار شمل أيضا عددا كبير من الدور السكنية والأراضي الزراعية. بالعشرة وربع صار، يعني بالعشرة وعشرة صار أمطار شوي، يعني مو ذيك الأمطار يعني زينة، فبالعشرة وربع صار الإعصار، والإعصار ضرب القرية مالتنا تقريبا اكو 40 35 بيت، هي العرب كلها، يعني هسه من الطبان العرب كلها، كل البيوت متأذية بالإعصار، من ضمنها المدرسة، البيوتها من بداية العرب نهاية العرب، الإعصار دمر ما خلى بالعرب فدنو، وانت بعد بعينك شوف تفلشت فدنو، والمدرسة والبيوت، وعندنا اثنين تقريبا ثلاثة جرحى. مواطنون تحدثوا للتغيير لأن هذه العاصفة دمرت أغلب الدور السكنية التي تجاوزت 30 دارا، ومطالبات للجهات المعنية بإعادة الحياة لها بعد الدمار الكبير والكارثة التي حلت بها. البارحة الساعة 10:30 ليلا صارت صعقة كهربائية ضربت منطقة البدوانية من الشارع العام نهاية العرب، هواي بيوت تأذت، عوائل النكبت. استنفار كبير من قبل الجهات المعنية في منطقة البدوانية لإعادة الحياة لها بعد الدمار الكبير بسبب العاصفة الرعدية التي حولت المنطقة عبارة عن أكوام من الأبنية المتهالكة. من محافظة ديالى، حسن شمري، قناة التغيير.